السلام عليكم ورحمة الله، معك محمد بخمسين الأحساء. أبغى أتكلم اليوم عن موضوع جدا مهم، موضوع التشجير. ما أبغى أتكلم عن فوائد التشجير، كلنا نعرف فوائد التشجير والكثير يتكلمون في هالموضوع، لكن أبغى أتكلم في جانب مهم جدا. أي عملية تشجير لازم بنسويها لازم تكون مستدامة، ولازم يكون التشجير بأشجار الظل العملاقة. الشجيرات الصغيرة ما تنفع نحن نعتمد عليها كأساس في التشجير، لابد أشجار الظل الكبيرة هي المفيدة الحقيقية للنظام البيئي، هي اللي فعلا تخفف درجات الحرارة، هي اللي فعلا تمسك الغبار، وما الشجيرات الصغيرة أثرها أقل. طبعا هو الأفضل أن الواحد أن لما نجي نشجر يكون في تشكيلة أشجار ظل كبيرة، أشجار متوسطة، وشجيرات وحشائش وورود وأعشاب صغيرة. لكن ما ينفع أن احنا نبدأ بالورود مثلا أو بالشجيرات الصغيرة وإحنا ما زرعنا أشجار كبيرة. الأشجار الكبيرة اللي تكون لا تقل عن 5 متر ارتفاع، يعني 10 متر، 15 متر، 20 متر، حتى إلى 30 متر، هذا الأساس، وهذا اللي لابد نشتغل عليه أكثر شيء. النقطة مهمة في التشجير، لابد أي شجرة نزرعها تفطم عن الري في المستقبل. أتكلم عن الأشجار الكبيرة، الشجيرات أو الورود لا، هذه خل أقول صعب أن في أجواءنا الحارة أنها تفطم عن الري، لكن الأشجار الكبيرة ضروري جدا تكون من الأشجار المقاومة جدا للحرارة ومتحملة جدا للعطش. والأفضل طبعا أشجار الصحراوية من بيئتنا المحلية، هي أفضل أنواع الأشجار اللي ممكن نزرعها. اليوم مثلا الكثير في البيوت وفي المدن في التشجير يتم التركيز على الأشجار الآسيوية، مثلا مثل اللبخ، مثل الصبار، مثل الكاسيا جلوكا. الأشجار هذه جيدة وممتازة، لكن التركيز على هذه الأنواع مصيبة، مصيبة جدا. اللبخ مثلا أو النيم أو الياسمين الهندي أو الكاسيا جلوكا، لو في المستقبل لا سمح الله انقطع الماي لأي ظرف ما، لأي سبب ما، أي مشكلة فنية في عز الصيف ينقطع الماي، تشوف عشرات السنين من التعب ومن بذل الأموال كلها تروح في أسبوع زمان. فضروري يكون التركيز على التشجير على الأشجار الصحراوية المحلية. الغاف مثلا، الغاف الرمادي جدا مناسب للمدن، الغاف الأحمر مناسب لخارج المدن في الأودية وفي السبخات والبحيرات مناسب جدا لها. عندنا السدر، عندنا أنواع كثيرة لو بنقعد نسردها ما راح نخلص. التكامل في التشجير، خلنا نفكر بالتشجير كأنه وجبة متكاملة. احنا مدننا تحتاج إلى، يعني مدننا اليوم فقيرة جدا بالتشجير، كأنه شخص يعاني من خلنا نقول فقر غذائي أو نقص غذائي. فالنقص الغذائي الشخص ما يصلح تجي تعطي فقط حلويات أو تكثر الحلويات، وهذا للأسف قاعد يصير في المدن عندنا في البيوت والشوارع. تركيز على كاسيا جلوكا، ياسمين هندي، الأشجار، الورود، ورود في كل مكان. هذه المشكلة إن كان إحنا قاعدين، هذا اللي عنده مشكلة غذائية قاعدين نركز عليه في الحلا، بينما قاعدين نترك الوجبة الرئيسية نفسها. الوجبة الرئيسية مثلا خلينا نقول يعني من ناحية صحية، البروتين، الكربوهيدرات، هذه الأشياء المهمة للإنسان اللي تعزز نمو الإنسان. ففي التشجير لابد نركز على الأشجار الضخمة اللي تسوي ظل، هذه الأشجار اللي كأنها بروتين أو وجبة متكاملة للإنسان. ولا بأس بالأشياء الصغيرة عشان تكون الورود والشجيرات الصغيرة عشان تكون وجبة متكاملة للشخص وللمدينة. فالتشجير عشان يكون مستدام لابد النباتات الأشجار الكبيرة يتم التركيز عليها، ولابد تكون الأشجار الكبيرة قابلة أنها تفطم عن الري، يكون ري 2 3 10 إلى على حسب نوع النبتة وعلى حسب نوع الأرض
لكن لابد تصل النبتة إلى مرحلة أن متى ما انقطع عنها الماي النبات ما يموت ويكون مستدام، عشان ما يكون في شغل سنين بل عشرات السنين وتبذل ملايين الريالات وتصرف المياه وفي النهاية كل شيء يموت. فضروري يكون العمل مستدام، الأشجار لابد تكون قابلة أنها تنفطم. الأحياء السكنية عندنا كثير منها الأراضي تكون مليئة بالماء، فهالشيء يساعد أن لو نزرع الأشجار المستوردة ممكن تفطم عن الري في المستقبل. يعني عند البيوت، أي بيت جديد مثلا يحفر في مخطة سكني لو يحفر مترين في الأرض بيطلع له ماي، لأن البيوت فيها تسريبات وفيها غسيل ومن هالقبيل، وإذا طاح المطر ما يتصرف بشكل جيد فيبقى في الأرض. فأغلب الأشجار تكون مناسبة في البيوت لأنها راح تصل إلى الماي اللي في الأرض وممكن تفطم عن الري. لكن إذا بنتكلم عن البر مثلا أو الشوارع الطرق السريعة الرئيسية، هذه لا، في العادة يكون الماي فيها أبعد. فضروري يكون التركيز فيها على الأشجار الصحراوية المتحملة للعطش بشكل كبير.